السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم من الريسات الفضائية المستقلة. في مستهل هذه النشرة إليكم العناوين. الوحدة العسكرية 67 في منطقة بدة تعلن رفضها الشديد لتنفيذ تعليمات مجموعة هجدف الإجرامية. مراقبون من الداخل يؤكدون أن الأوضاع المعيشية في البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. مبعوث الاتحاد الإفريقي للقارة الإفريقية يؤكد بأن مفاوضات السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي تسير ببطء شديد. والولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوثاً جديداً لمنطقة القارة الإفريقية، جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكية. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، أحييكم مرة ثانية من الرسالة الفضائية المستقلة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة مع الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم، ترجمة وتحريرا وتقديما. إليك أبو هاشم. شكرا أستاذ أحمد، والتحية لك وللمشاهدين والمستمعين. سيداتي سادتي، إليكم التفاصيل من الرسالة الفضائية المستقلة. أعلنت الوحدة العسكرية 67 من قوات الدفاع الإريترية في منطقة بدة، أعلنت رفضها الشديد لتنفيذ تعليمات مجموعة هجدف الإجرامية والقاضية بمنع مجموعة من هذه الوحدة من تأدية الصلاة وممارسة الشعائر الدينية. جاء ذلك في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضي، حيث تمسكت المجموعة بحقها في أداء الصلاة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض والاستهجان من قبل مسؤولي الوحدة. وبموجبه تم اعتقال عدد من أفراد هذه الوحدة الرافضين لتنفيذ الأوامر. وفي نهاية شهر مايو الماضي صدرت أوامر أخرى من قيادات الهجدف العسكرية بنقل الوحدة من منطقة بدة إلى منطقة بادمة كعقاب عسكري لأفرادها، حيث قوبلت التعليمات الأخيرة أيضا برفض قاطع من قبل الجنود، مؤكدين على تمسكهم بحقهم في العبادة وأداء واجباتهم الدينية بجانب واجباتهم الوطنية، مما زاد من حدة التوتر والرفض الذي أدى إلى التصعيد والاشتباك بين العشرات من هذه القوات وقوات أخرى. وخوفا من تطور الموقف، قامت القيادة العسكرية بالإفراج عن المعتقلين، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى إنهاء الأزمة وتخفيف حدة الاحتقان، حيث أفادت الأنباء إلى أن 52 فردا من هذه القوات قاموا بعبور الحدود باتجاه إقليم العفر الأثيوبي والتحصن في مواقع دفاعية، وهو ما جعل النظام يلجأ إلى أعيان المنطقة للتدخل وإقلاع الجنود المنشقين بالعودة إلى وحداتهم، إلا أن الجنود رفضوا تلك المحاولة وطالبوا بحضور قائد القوات البحرية اللواء حمد كاريكاري ليصل الأخير إلى منطقة بدة برفقة بعض المسؤولين على طائرة مروحية، وذلك في 2 يونيو الجاري. وعقد لقاء مع 3 من قيادات المجموعة المتحصنة في دفاعاتها. وحتى تحرير هذه النشرة ما زالت الأزمة مستمرة، ولم يتم التوصل إلى تفاهمات لإنهاء التمرد. ويعكس هذا التمرد مدى تأزم الوضع بين قوات الدفاع الإريترية وقياداتها التي تمتثل لأجندة المجموعة الإجرامية، بعيداً عن أهداف المؤسسة العسكرية وعقيدتها المتمثلة في الانحياز إلى الوطن والمواطن وحمايته والمحافظة على مقدراته ومكتسباته الوطنية، بعيداً عن الأجندة السياسية الضيقة. أكد مراقبون من الداخل للرسات بأن الأوضاع المعيشية في داخل البلاد تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأن كل المؤشرات والدلائل تؤكد عجز المواطنين وعدم قدرتهم لمواجهة تلك التحديات. وأضافت تلك المصادر بأن النظام أوصل البلاد إلى مراحل متقدمة من التدهور الاقتصادي والتردي المعيشي وضعف الخدمات الصحية، وهو ما أدى إلى تزايد الحالات المرضية ولا سيما الأمراض الخطيرة كالفشل الكلوي والسرطانات، مع عجز النظام التام في توفير العلاج اللازم، وهما يضطر المواطن لتحمل عناء ومشقة السفر للخارج في سبيل البحث عن العلاج، مما يضيف عليه أعباء أخرى.
ويضيف المراقبون بأنه في الوقت الذي يتشدق فيه النظام وأبواقه كذبا باستقرار الأوضاع وتوفر الخدمات، تتزايد أعداد المواطنين الذين يناشدون إخوتهم في الخارج بغية مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم في فك الضائقة المالية وتسديد فاتورة العلاج. ولم تقتصر هذه المناشدات على المواطن العادي، بل شملت شخصيات عامة كان لها إسهاماتها المقدرة إبان فترة النضال، كالفنانين الذين ألهبوا حماس المقاتلين وأثروا الساحة الفنية. وكان الأجدر بهذا النظام توفير الخدمات الطبية لهم أو تحمل نفقات علاجهم بالخارج عطفاً على مجهودهم السابق. وتؤكد هذه المصادر بأن تكرار المناشدات التي يطلقها المواطنون بين الفينة والأخرى تكذب ما تبثه وسائل إعلام النظام وأذرعه بالخارج من صورة مضللة عن الوضع في الداخل. الجدير بالذكر أن وزارة صحة النظام كانت قد أوضحت في ديسمبر الماضي بأن المواد الغذائية مجهولة المصدر والتكوين والرائجة في المتاجر المحلية هي السبب في بعض الأمراض ومن بينها الأمراض الباطنية. قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى منطقة القرن الإفريقي السيد أولوسينجو أوباسانجو بأن مفاوضات السلام بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير التيغراي تسير ببطء، وبالرغم من ذلك فقد أظهرت المحادثات مؤشرات إيجابية في المضي قدما. وأوضح السيد أولاسينجو لمحطة البي بي سي في الأسبوع الماضي بأن جولاته المتكررة بين أديس أبابا ومقله تبعث تفاؤلا في إنهاء الصراع بين الطرفين، وأكد بأن مجهودات الاتحاد الإفريقي والضغوط التي مارسها على الحكومة الأثيوبية أدت إلى إعلان الأخيرة إيقاف العمليات العسكرية والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى إقليم التيغراي في مارس الماضي، وهو ما قوبل بالترحيب من قبل جبهة تحرير التيغراي. ويرى المراقبون أن لقاء المبعوث الإفريقي برئيس الوزراء الأثيوبي وكذلك لقائه برئيس الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي في 30 مايو الماضي يعد مؤشرا إيجابيا في تقدم المفاوضات السرية بين الطرفين ومدى جديتها. في الخبر الأخير لهذه النشرة، عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثا جديدا لمنطقة القرن الإفريقي. جاء ذلك خلال تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكية السيد أنتوني بلينكن في الأول من يونيو الجاري، حيث أكد بلينكن بأن السفير مايك هامر سيخلف السفير ديفيد لاستكمال المهام في منطقة القرن الإفريقي. هذا ويؤكد المتابعون لأوضاع المنطقة أن تعيين المبعوث الجديد يأتي في إطار سعي الولايات المتحدة لإنهاء الصراع في أثيوبيا، وذلك بالتزامن مع تنصيب الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود خلفا لمحمد عبد الله فرماجو الذي يعتبر أحد حلفاء رئيس الوزراء الأثيوبي، مما يعني تغييرا في قواعد اللعبة بالمنطقة. وهو ما يؤكده لقاء الرئيس الصومالي المنتخب بقائد القوات الأمريكية في المنطقة الجنرال ستيفن تونسون قبل يومين من تنصيبه. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير مبعوثها للمنطقة خلال أقل من عام ونصف. هكذا سيداتي سادتي، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. في ختام النشرة تقبلوا تحياتي محدثكم إدريس سليمان خليفة في التحرير والتقديم والترجمة، وتحيات الزميلين الأستاذ أحمد شريف في الإشراف والمتابعة، وعود تسفى يوهنس كدانية في الإخراج والمونتاج. أعود بكم مجددا إلى الأستاذ أحمد شريف في الاستوديو، وإلى أن ألتقيكم مجددا لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهكذا مشاهدين الكرام تنتهي هذه النشرة، تحياتي لكم وتحيات الزميل عود تسفى يوهنس كداني في المونتاج، وتحياتنا جميعا من القسم العربي الزميل أبو هاشم والزميل كرار هيابو وعود تسفى يوهنس كداني. محدثكم أحمد شريف الذي يتمنى لكم دائما وقتا طيبا وممتعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.